الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي العصر وصاحب الأمر القائم بالقسط والحق الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بمناسبة مولد النور الزاهر لسيدة نساء العالم الأول والآخر فاطمة بنت محمد عليها أفضل الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة يسر فرقة ثوار القائم أن تشارككم الفرحة بهذه المناسبة وتقدم لكم هذا العطاء المتواضع راجين من الله القبول ومنكم الاستحسان. ياللي بالدنيا ملكت أعلى منزلة انت لك تعبى وعيدنا أحلى بسملة تكتر على الزمان كل أحاديثش ستر بيح تميل مكان ذكري شيب كل دعوة للباري لنا ضمان والمحل مش لهي الأمان منبع العلوم تجلي الهموم منبع العلوم تجلي الهموم انثري على تتعب المحاجر توصف المشاعر ويبقى قلبي حاير يا أم الحسن انت لي ذاتي ومنهجي وصلاتي شعلتي بحياتي يا أم الحسن سيرتش كيان عالي بالزمان سيرتش كيان عالي بالزمان هواك
بيجي لك والله يرضى لاجلك وشكبر محلك وسط السماء زهرة الديانة ومرتع الأمانة للأدب رصانة للقمر ضياء. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. قدوتي بدربي ويشهد علي ربي دوم مولاتي بلساني مذكورة انتي مو آية يا زهرة ورواية هبيتك إمية واربعة عشسورة خطبتك فينا غيمة روينا وانتي من الله يا الحرة منصورة سيرتك كلها التاريخ يحملها وبقلب كلمة ولاش محفورة. ملفى للضائعين ملجا للخائفين للإبا والمحبة والتقى مصدر إيه يا فينا الأمل وإيه يا خير العمل زهرة وسط الشداد للي نخات زهار ما تخلي المحب لو طلب حاجته من قبل ما يناديها منها الله خلق جنة والسماء منها سوى العلي في الجنة الكوثر. ملفى للضائعين ملجأ للخائفين للإبا والمحبة والتقى مصدر إيه يا فينا الأمل وإيه يا خير العمل زهرة وسط الشداد للي نخات زهار ما تخلي المحب لو طلب حاجته من قبل ما يناديها إليك تحضر منها الله خلق جنة والسماء منها سوى العلي في الجنة الكوثر منها سوى العلي أفلح من صلى على محمد وآل محمد.